السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة ساينس كلاود. معاكم ميس أماني محمود غانم، والنهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض ليسون 3 في كونسبت 1. كونسبت 1 اللي بيتكلم عن بلانت نيدز، احتياجات النبات. احتياجات النبات زي ما عرفنا في ليسون 1 ان هي 4 بيزك نيدز، يعني 4 احتياجات أساسية، هي الووتر والاير والنيوترينتس وكمان السن لايت. وعرفنا في ليسون 2 ليه السويل مش مهمة، ليه السويل مش مهمة ان النبات to live and to grow، لان احنا عملنا germination، عملنا استنبات للفيذا بينز لبذور الفول في wet paper towel، يعني قطنة مبللة، وقدرت البذرة انها تطلع السبورتس بتاعها، البرعم بتاعها الاخضر بشكل طبيعي جدا. بس كل الحكاية ان هي بعد فترة من الزمن احتاجنا ان احنا ننقلها في تربة عشان تبدأ تكبر وتعمل لنا نبات يثمر مرة اخرى، لان هي النمو بتاعها بعد 7 ايام لما طلعت السبورت ده ما كبرش بالشكل المطلوب او بالشكل السريع زي البينز اللي محطوطة في التربة. النهاردة بقى في ليسون 3 بنتعلم مع بعض ليه السن لايت يعتبر بيزك نيد، يعتبر احتياج اساسي ورئيسي ما ينفعش النبات يعيش من غيره. وهنثبت طبعا الكلام دوت بتجربة عملية تقدروا تعملوها في البيت عندكم وتتأكدوا من كده. والتجربة اللي فاتت برضو بتاعت الحصة اللي فاتت برضو ممكن تعملوها في البيت بشكل عملي وتشوفوا النتائج بتاعتها بنفسكم. الجرين بلانتس يوز ذير ليفز، بتستخدم طبعا، احنا خدنا قلنا المعلومة دي برضو الحصة اللي فاتت، ان الليفز هي اللي بيحصل فيها عملية الفوتوسينثيسيس بروسيس، عملية البناء الضوئي. فالليفز بتتجمع فيها السنلايت، collect sunlight and carbon dioxide from the air، من الهواء، عشان تعمل عملية اسمها الفوتوسينثيسيس بروسيس، عملية البناء الضوئي. عملية البناء الضوئي دي يا ولاد دي بروسيس through which، العملية اللي من خلالها plants use the energy in sunlight، النباتات بتستخدم الانرجي اللي موجودة في السنلايت to make their own food، عشان تعمل غذائها بنفسها. يعني السن لايت دوت زي ما احنا خدنا كده في سنة رابعة وعرفنا ان اللايت ده عبارة عن انرجي، فالنبات بياخد الانرجي دي ويعمل تفاعل زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. التفاعل ده الكربون دايوكسيد جاز مع الووتر في وجود الانرجي اللي هي السن لايت بيديني الشوجر اللي هي الكربوهيدرات او السكريات اللي النبات بينتجها، الفود بتاع النبات، الغذاء بتاع النبات. ده فين؟ ده في الجرين بلانتس، او ممكن نقول بالتحديد في الليفز بتاعة النبات ده، في الأوراق بتاعته. الشوجر ده بيكون هو الغذاء which gives the plant the energy it needs to grow، بيدي للنبات الطاقة اللي هو محتاجها عشان يكبر وينمو. كانت بتبقى زرعة صغيرة في الأول، بعدين بعد فترة من الزمن سنين مثلا بتكون شجرة كبيرة، وبعدين بتبدأ تطلع كمان فروتس، ثمار، أو ممكن تكون زرعة صغيرة وفي خلال كام شهر تطلع فروتس برضو أو تطلع فيجيتابلز، على حسب نوع الزرعة وإزاي أنا بهتم بيها. التجربة بقى اللي عندنا اللي بتثبت الكلام دوت، إن أنا هجيب قصريتين أو كوبايتين كده من للزرع، وأجيب سويل، واجيب برضو اي بينز عندي، اي حبوب عندي، ممكن تكون برضو فيفا بينز، حبوب الفول، وهازرعها في التربة دي واسقيهم. بس واحدة فيهم اللي هي الريد كاب دي هحطها in the sun، هحطها في ضوء الشمس، والتانية دي هحطها in the dark، هحطها في حتة ما فيهاش ضوء شمس، وهشوف ايه اللي هيحصل. فاللي انا لاحظته after 2 weeks، بعد اسبوعين، ان البلانت in red cup اللي هو حطيته في ضوء الشمس grow taller، يعني كبر يعني بشكل اكبر، اصبح اطول than the plant in the blue cup. وده طبعا لان هو بيحصل او بيعمل عملية الفوتوسينثيسيس اللي بتديله غذاء اكتر، يعني بيصنع غذاء اكتر لنفسه، وبالتالي هو بيكبر. و the plant in the red cup has 4 leaves، البلانت كمان اللي موجود في الكوباية الحمراء دوت برضو عنده اوراق اكتر، عنده 4 اوراق، لكن اللي بقى كان محطوط بقى في الضلمة او in the dark صغير، وكمان عنده ورقتين بس. وده طبعا يبين اهمية ضوء الشمس، والنبات التاني اللي محطوط في الظل ده ممكن لو استمر بالشكل ده يموت. فالconclusion او الاستنتاج اللي احنا بنستنتجه من التجربة دي، ان اللايت is a basic need for plants، الضوء هو احتياج اساسي للنباتات، like water and air and nutrients، يعني الووتر والاير والنيوترينتس دي احتياجات اساسيه بالاضافه الى السن لايت،
او اللايت. لايت از امبورتنت تو بلانت جروث. بلانت جروث اللي هو نمو النبات، بيكون بذرة وبعدين بيطلع نبتة صغيرة او سبوروت كده صغير، وبعدين بيبقى شجرة كبيرة بعد كده. الجروث ده مش هيحصل غير في وجود السن لايت. because plants use light to make their own food so the plant without light doesn't grow well because it has less food. النباتات اللي مش بتحصل على او بتنمو في عدم وجود ضوء شمس بتنمو بشكل اقل بكتير جدا، لانها تعتبر بتنمو من غير فود، من غير طعام تتغذى عليه. واحنا قلنا ان النباتات بتجيب الفود بتاعها منين؟ it make its own food، بتصنع غذائها بنفسها جوه ايه؟ جوه الليفز بتاعتها، تعتبر هي مصانع الفود او مصانع الغذاء بتاعت النبات. في activity number 8 بقى احنا هنتكلم عن البلانت ستراكتشر، التركيب بتاع النبات. احنا خلاص عرفنا احتياجات النبات الاساسية ايه، وعرفنا ان السويل ممكن ان انا استغنى عنها، وعرفنا كمان ان في طرق جديدة للزراعة عبارة عن هيدروبونيك سيستم. الهيدروبونيك سيستم ده خدنا نبذة مختصرة عنه برضو المرة اللي فاتت، وشفنا شكله وعرفنا هو بيستخدم ازاي، وعرفنا كمان النهاردة ان اللايت او السن لايت ده احتياج اساسي للنبات. تعالوا بقى نتعرف على البورتز بتاعت النبات او تركيبة النبات هي ايه بالظبط. النبات عندي بيتكون من تلات حاجات اساسية ورئيسية. اول حاجة خالص احنا ناخدها من تحت لفوق كده، اول حاجة خالص وهي الروتس، الجذور بتاعت النبات. الروت اللي بتكون موجودة دائما تحت سطح الارض، يعني under ground. الروتس بتاعت النبات دايما بتكون موجودة under ground تحت سطح الارض. وظيفة الروتس ايه؟ absorb water and nutrients from the soil، بتمتص المية والnutrients من السويل، and carry them to the rest of the plant، يعني بتحملها الى باقي اجزاء النبات. بتمتص المية والتربة وتحملها الى باقي اجزاء النبات. بعد كده تاني جزء معايا وهو الستيم. الستيم بين قوسين زيلم. ليه انا حاطة الزيلم دي بين قوسين؟ زيلم دي هي الانابيب الصغيرة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، هي دي الزيلم. عبارة عن كده فيسلز، اوعية بيمشي فيها المية والغذاء من تحت لفوق. يعني خلي بالكم عشان في اوعية تانية بتجيب بقى الغذاء توديه لكل اجزاء النبات. لا احنا بقى بنتكلم عن الووتر، المية والنيوترينتس. احنا قلنا النيوترينتس دي عبارة عن عناصر غذائية النبات بيحتاجها من برة النبات، زي ايه؟ زي المينرال سولتس، الاملاح المعدنية، وبعض العناصر الغذائية التانية زي مثلا البوتاسيوم، الكالسيوم كده، بيحتاجها النبات يجيبها من التربة على حسب بقى نوع النبات ده. يعني مثلا النبات زي الموز هو اصلا بيديني ثمرة مليانة بوتاسيوم، فأكيد هو بيحتاج ياخد من برة بوتاسيوم بتكون موجودة في التربة. النبات بيحتاج ان هو ياخدها عشان يديني نوع الثمرة بتاعته اللي هو متخصص في انتاجها. الزيلم بياخد النيوترينتس دي وبياخد الووتر ويطلعها لجميع اجزاء النبات. بيكون موجود فين الزيلم ده؟ بيكون موجود في الستيم، في الساق، وبيتفرع بقى لفروع صغيرة على حسب بقى ايه ما النبات بيتفرع لفروع اصغر، لحد ما يودي الووتر والنيوترينتس لكل اجزاء النبات، لكل الخلايا اللي موجودة في البلانت. الستيم ووتر اند نيوترينتس موفز اب تو ذا بلانت سيستم، للستيم اللي هو الجزء ده، ده كده يعتبر الستيم. ثرو تيوبس اور فيسلز كولد زيلم زي كونكت ذا ستيم تو ذا ليفز، يعني بتربط الستيم الساق بالليفز بالاوراق. الستيم نفسه بيكون موجود فيه زيلم، والزيلم ده بيتفرع لسمول فيسلز اصغر عشان يروح للاوراق او للليفز بتاعت النبات. نمبر 3 معايا وهي الليفز، الاوراق. الاوراق دي اللي بنشوفها عارفينها كلنا، بيكون لونها اخضر كده، وهي دي المسؤولة عن collecting sunlight، بتجمع ضوء الشمس، energy اللي موجودة في ضوء الشمس. كمان the air that the plant need moves into the leaves through tiny opening called stomata. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الليفز دي الاوراق بيكون فيها small opening، فتحات صغيرة جدا. الفتحات دي اسمها stomata، يعني الاستوميتا دي او الثغور دي اسمها استوميتا، يعني الثغور. الثغور دي بتكون موجودة في الورقة كده من فوق ومن تحت. احنا قلنا ان النبات بيحتاج من الاير، بيحتاج الكربون دايكسايد. طبعا هو مش هياخد كده يعمل امتصاص للكربون دايكسايد كده من الهواء من بره، لا، الهواء كله بيدخل في الاستوميتا دي، وبيحصل هناك بقى ان ايه؟ النبات بيحصل على الكربون دايكسايد اللي هو محتاجه ياخده، يفعله مع ال H2O في وجود السان لايت.
كل ده بيحصل في الورقة الليفز بتاعة الايه بتاعة النبات. يعني يعتبر كده الصغور دي بتعمل نفس عملية الايه لو تفتكروا في الانسان الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائية. ده ببساطة جدا الديفينيشن بتاع الاستوميتا. They are pores on the surface of the plant leaves that allow the gases to move into and out the plant. بتسمح طبعا للغازات انها تدخل وتخرج. ليه؟ لان هي بتدخل مليانة بالكربون دايوكسيد وتخرج مليانة بالاكسجين. دي كده ببساطة تركيبة النبات. تاني، النبات بيتكون من roots وstem وleaves. roots عشان تعمل absorption للwater والnutrients من السويل. الstem وده اللي بيوصل الووتر والنيوترينتس من الروتس يوديها للبلانت بارتس او لباقي اجزاء النبات عن طريق فيسلز صغيره جدا او تيوبز اسمها زايلم. التيوبز او الفيسلز دي اللي اسمها زايلم متخصصه في حمل الووتر وكمان ايه النيوترينتس اللي جايه من السويل. تالت تركيب معايا في البلانت وهي الليفز الاوراق، ودي وظيفتها انها بتوفر للنبات السن لايت او كولكتنج سن لايت، بتجمع ضوء الشمس. وكمان الاير بيدخل في الليفز عن طريق الاستوميتا عن طريق فتحات صغيره اسمها الصغور، اللي بيحصل فيها ان البلانتس او الخلايا بتاعه النبات بتاخد الكربون دايوكسيد جاز من الاير دوت وبعدين تعمل عمليه البناء الضوئي وترجع تاني للاير ده الاكسجين ويخرج تاني بره النبات او بره الاستوميتا الصغور دي، وتستمر الدورة دي الى ما لا نهاية طول ما فيه ووتر وطول ما فيه سانلايت وطول ما فيه نيوترينتس وطول ما فيه اير. تعالوا بقى نحل مع بعض كده على الدرس دوت ونشوف الدنيا فيها ايه في الاسئلة. اول سؤال معايا بيقول لي sunlight and carbon dioxide gas are collected by the plants space to make its own food. كلمة ايه حرف الدي هنا كده طاير. طبعا السن لايت والكربون دايوكسيد جاز بيتجمعوا عن طريق مين؟ الليفز، عن طريق الاوراق. لسه قايلين ان هي دي وظيفة الاوراق. نمبر 2، the plant produces space through photosynthesis process that gives it the needed energy to grow. النبات بينتج ايه عن طريق عملية الفوتوسينثيسيس، وده اللي بيديله الطاقة اللازمة عشان ينمو. اكيد طبعا sugar. Number 3, the roots of the roots of a plant absorb. الجذور بتاعه النبات بتمتص ايه؟ From the soil to help it grow. الجذور بتاعه النبات بتمتص اكيد طبعا الووتر والنيوترينتس، بس انا جايب لي الووتر بس. Number 4, without space the plants can't grow well. من غير ايه النباتات مش هتقدر تنمو بشكل جيد او بشكل كويس، اكيد طبعا without sunlight، من غير ضوء الشمس. Number 5, the tubes that are responsible for moving water and the nutrients up to the plant stem, plant system are called ايه؟ ها tubes احنا قلنا اسمها ايه؟ زايلم. خلي بالكم من الاسم ده واحفظوه هنا كويس عشان في tubes تانية هناخدها ان شاء الله في الدرس الجاي. Number 6, stomata are present on the plant's space to allow air to pass through it. الاستوميتا بتكون موجودة على الايه، على انهي جزء من النبات عشان تسمح للهواء ان هو يعدي من خلالها، اكيد طبعا بلانتس ليفز اوراق النبات. نمبر 7، سبيس كان ميك ذير اون فود. ايه اللي ممكن يعمل غذائه بنفسه؟ طبعا بلانتس اونلي، النباتات فقط. نمبر 8، all the following materials can reach the plant's leaves except. كل الماتيريالز دي ممكن توصل للبلانت سليفز ما عدا حاجه واحده بس عمرها ما توصل للاوراق بتاعه النبات. اول حاجه النيوترينتس، النيوترينتس ممكن توصل ولازم توصل اصلا، الكربون دايوكسيد برضو والووتر. الحاجه الوحيده اللي عمرها ما توصل هي السويل، لانها بتكون موجوده تحت عند الروتس اونلي. نمبر 9، سبيس هيلب ذا بلانت سليفز تو جيت ووتر اند نيوترينتس فروم ذا سويل. ايه اللي بيسمح للنباتات او الاوراق النبات انها تحصل على المية والنيوترينتس من السويل؟ اكيد هو الروتس اونلي. نمبر 10، all the following parts
are important for plants to make photosynthesis process except. الحاجات الأساسية عشان نعمل عملية الفوتوسينثيسز ما عدا حاجة واحدة بس. roots, leaves, stems, flowers. ايه الحاجة اللي مش بحتاجها عشان اعمل عملية الفوتوسينثيسز؟ اكيد هي طبعا الفلاورز. ليه؟ انا محتاج الروتس عشان الروتس بتوفر لي الووتر والنيوترنتس، ومحتاج الستيم عشان يوصل لي الووتر والنيوترنتس من الروتس لحد الليفز، ومحتاج الليفز عشان هي اللي بتوفر لي السان لايت او كوليكت سان لايت، وكمان بتسمح للاير ان هو يدخل عن طريق الايه، عن طريق الاستوميتا، الصغور اللي موجودة فيها. يبقى الفلاورز هي الوحيدة اللي ملهاش دور في عملية الفوتو سينسيسز. احنا كده يا ولاد خلصنا حصة النهاردة، اتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصة الجاية مع ليسون 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.